هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كديري لاباس عليكم؟ كي غادي مع سيدنا رمضان، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. خليكم معايا اليوم، غنصايب معكم طاكوس بالعجينه ديال المسمن وواحد التحليه اللي كتجي غزاله. المهم بالنسبه للتحليه هنا البنات غادي نبدا بها هي الاولى باش ندخلها للثلاجه تبرد. هنا عندي واحد خمسة ديال التمرات، انا كنقطعهم هكا طروفه صغار كما كتشوفوا دابا. كنزيد عليهم واحد جوج بنانات عوض البنانه البنات، قدروا ديروا حتى التفاح، كندير حتى التفاح حتى هي كتجي مزيانه. المهم انا دابا اليوم درتها غير بالبنان. صافي هنا غنزيد عليهم واحد الساشيه ديال الفاني، وهنا عندي هاد الساشيه ديال الفلو. بالنسبه للفلو انا عندي هنا ديال الفريز، المهم نتوما اللي عندكم توفر ديروه، حتى ديال الفاني ديال البنان، المهم اللي عندكم كاين ديروه. هنا غادي نزيد عليهم واحد 4 المعالق المهم السكر على حسب الذوق. وهنا البنات 3 المعالق ديال مايزينا، ماشي جوج، 3 غير ما مبينش في الفيديو مزيان. صافي غادي نطحن كل شيء مزيان. ومن بعد البنات غنصفي كل شيء، هذا الشيء غنصفيه في الصفايه باش اي حاجه لا بحال داك الجلوف ديال التمار ولا هذا يبقى ليا في الصفايه، باش يجيكم فلو يجيكم ليش وهاكم ما فيش هذوك لي كرومي. صافي غندي كلشي فوق البوطه وغادي نزيد نكمل بايطرو، المهم ايطرو ديال الحليب، المجموع ديال كلشي سوا داك اللي طحنت به طحنت فيه التمر والبنان، ايطرو المجموع. صافي غنبقى نخلط حتى كيبدا يبان لكم شويه هكا بدا كيتقال. وصافي البنات ها انتم هذا هو القوام ديالو كيفاش كيجي. انا غادي نسيرفيهم هنا في هاد الكويسات هادو، جربوهم البنات صدقوني كيجيو غزالين في المذاق، وكيف ما شفتوا يعني ما فيهمش شي حاجه اللي هي صعيبه، ساهلين. وصافي من بعد غادي ندخلهم للثلاجه، من الاحسن صايبوهم في الصباح باش يلا يبردوا على خاطر خاطرهم، اولا ما كانش عندكم حتى الوقت يعني غير ساعه هكا ولا ساعه ونص قبل الفطور. صافي دابا غندخلهم للثلاجه حتى كيشدوا راسهم ويبردوا ليا مزيان. دابا البنات غادي ندوز نصايب معكم العجينه ديال الطاكوس. بالنسبه للعجينه البنات نفس اللي درت البارح ديال البسيطلات، عندي كميه من الدقيق ديال الكامل، درت مع واحد شويه ديال الفورس، معلقه ديال الخل، معلقه ديال زيت العود، صافي وشويه ديال الملحه. غادي نخلطها، مهم تخليوها ما تقصحوهاش بزاف وما ترخفوهاش، يعني تكون شويه بين وبين. صافي كنغطيوها كنخليها يعني حتى كتطلق ليا هكا باش تسهل عليا حتى الخدمه. هنا عندي شويه ديال البيبي، غرده ديال البيبي اللي قطعتها طريفات صغار، تقدروا ديروا حتى الكفته، الغرده ديال الدجاج، المهم داكشي اللي عندكم توفر ديرو. هنا عندي واحد المعلقه ديال العطريه ديال الشاورما، زدت عليهم واحد الصوص ديال الثوم اللي حكيتهم مزيان، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم، وعصرت عليهم شويه ديال الحامض كما شفتوا في الفيديو. صافي هنا غادي نشحر كلشي مزيان حتى كيطيب ليا هاد الغرده هادي. صافي من بعد ما كطيب لي الغرده كنحيدها، وفي هذيك العطريه ديال الغرده كندير كنشلض هكا واحد البصله على شكل طويل، بصله بحجم مهم كبير. وهنا البنات دزت العجينه اللي دابا بديت كنشكل فيها على كما كتشوفوا في الفيديو هنايا. المهم الورقه البنات بحال شكل تريد، يعني كتحاولوا ترق كتحاولوا تصغرهم للقريسات، يعني ما ديرهمش كبار بزاف. هانتوما البنات كما كتشوفوا، صافي كنبقى ناخذ ديما بالكره الاولى وكنسرح هكا، اهم حاجه انكم ترقوها مزيان بحال الشكل ملي كتبغيو تصايبوا التريده البنات، الورقه ديال التريد بحال داك الشكل. وتا هما البنات كيجيو رائعين، كيجيو زوينين وساهلين، تقدروا يعني حتى تصايبوا بواحد الكميه هكا وتخليوها في الثلاجه، وكل مره تستعملوا واحد على القدر اللي غادي يكفاوكم. انا غادي نبدا الخبز كما كتشوفوا هنا، كنقلي حتى بطاطا، بغيت نديرها نيت في طاكوس. صافي هنا البنات غير كنحطها كتنشف ليا من التحت، ما تخليوهاش تحمر، غير كتنشف من التحت، من الفوق كتشد راسها صافي وكتحيدوها، ما تخليوهاش تحمر وما تخليوهاش تنشف بزاف تكرم.
صافي هنا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكرات ديولي كاملين وغادي نعاود نرجع معاكم. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت. وها نتوما البنات، هذه هي الورقه اللي غادي نصايب بها دابا طاكوس. ها نتوما تبارك الله راه يعني كيلوح كيف ما قلت لكم، ممكن تصايبوا حتى واحد الكميه وديروها في الثلاجه. وها نتوما كيفاش كتجي، يعني ما كتجيش كارمه، داكشي علاش قلت لكم يعني غير تنشف من التحت من الفوق، تشد راسها مزيان صافي وحيدوها. دابا غادي نبدا في العماره، غادي ندير شويه ديال الكاتشوب. العماره البنات حتى كتبقى اختياريه، يعني تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتوا واللي عندكم متوفر. هنا درت انا شويه ديال الكرده، درت شويه البصله، كندير شويه مطيشه، كندير شويه ديال البطاطا فريت صافي، وكنسد هكا بهذه الطريقه. هذه راكم عارفين السده ديال الطاكوس، حاولوا نجمعوها هكا مزيان باش ما تحلش لينا صافي. وكندير هنا في هذه الاله البانيني اللي تكون سخونه مزيان، ودهنوها واحد شويه ديال الزيت صافي. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. وها نتوما معايا في الفيديو. وهذه هي التحليه البنات اللي شاركت معاكم. ها هي من بعد ما خرجتها من الثلاجه، زينتها بشويه ديال البنان وواحد الطروفه ديال الكركاع صافي. هنا غادي ندير عليها واحد شويه ديال الكريم كراميل وصافي، غادي نقدمها. كتجي رائعه البنات، كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها على حسابي. والمهم البنات، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتمنى هذه الوصفات اللي كنشارك معكم في رمضان تكونوا كتستافدوا منهم وكيعجبوكم. المهم انا كنحاول البنات نقصر لكم فيديو باش ما يجيش طويل وممل، كنحاول يعني ندير نشد لكم اللقطات اللي هما مهمين اللي غادي تستافدوا منهم وما يجيكمش هكا ممل، حيت حتى انا كيعجبوني صراحه بحال هذا لي فيديو هذا، كيكونوا قصار وفي نفس الوقت كيكونوا مفيدين، يعني الحوايج اللي بغيت نشوف صافي كنشوفهم، يعني بلا ديك الفيديو كتلقاي فيه 20 دقيقه 30 دقيقه كتبقاي غير تزيدي. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ها نتوما البنات، هذه هي التحليه، كتجي رائعه. وكيف العاده البنات، خليت لكم الراحه وما تبخلوش عليا بواحد اللايك، اللايك والبارطاجي الا كانت كتعجبكم هذه القناه، وواحد الكومونتير يكون مشجع. المهم البنات، خليت لكم الراحه ومع السلامه.